سيد أحمد الوداعي ناشط حقوقي في لندن في الوقت الذي يرزخ فيه رموزنا في سجون آل خليفة وفي الوقت الذي ترزخ فيه حرائرنا والأطفال كذلك الحقوقيين أمثال نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة وابنته زينب لا يمكن أن ندخل في عملية تفاوض مع من هدم المساجد مع من اقترف ما اقترف من جرائم وهم لا زالوا طلقاء أيدي القضاء مرفوع عنهم من دون محاسبة حقيقية لا يمكن أن ندخل في عملية حوار مع آل خليفة لذلك أقول بأن حوار سلمان بن حمد لا يمثلني